انا في بشكر برضه السيد الرئيس ان هو عمل موضوع الحياه الكريمه ديت، الجمعيه ديت اللي بتحقق الخير لمصر كلها، ودايما مهتمه بقى بكره الصعيد كمان، اهم حاجه اهم من القاهره كلها طبعا كره الصعيد، بس هو برضه بيشاركونا هنا في القاهره. عشان كده دايما السيد الرئيس السيسي دايما بيحتفل بي يعني بيحافظ على الشعب المصري وبيحافظ على المواطن المصري، وفي نفس الوقت بيحقق لهم الامان وبيحقق لهم الخير من حياه كريمه. موجودين في كنيسه الانبا انطونيوس بشبرا، طبعا موجودين حياه كريمه موجوده لتهنئه اخواتنا المسيحيين بعيد القيامه المجيد، والنهارده بنستهدف اكتر من 15 كنيسه على مستوى محافظه القاهره بس، وبنستهدف الفئات المستحقه لتقديم وجبات الافطار ليهم، وبنستهدف حوالي 2500 شخص. النهارده احنا موجودين في مبادره سبيل، بنجهز وجبات جاهزه وبنوصلها للاسر الاكثر احتياجا. النهارده في كنيسه في شبرا بنسلمهم الوجبات دي، ونكون معاهم في يوم نحتفل معاهم في هدايا وفي لعب للاطفال، ونكون معاهم في يوم زي ده ونرسم البسمه ليهم. النهارده احنا حابين نعيد على الكنيسه بمبادره اسمها مبادره سبيل. المبادره دي كانت شغاله معانا في حياه كريمه، بنعمل فيها وجبات، الوجبات دي بتنزل في المناسبات، يعني في رمضان كنا بننزل الوجبات ديت لافطار صائم، وكنا عملنا بيها موائد رحمن كتير على مستوى الجمهوريه كلها، وكنا بنوزع كمان على المواطنين كلهم، فطبعا ده احتفالا بشهر رمضان الكريم. النهارده احنا بنحتفل بعيد القيامه، فحبينا ان احنا يكون عندنا معايده للكنيسه من خلال مبادره سبيل، وطبعا احنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين النهارده وبنحتفل مع الكنيسه ومع الاباء بالعيد. النهارده عشان نبقى اكتف وسط اخواتنا، طبعا النهارده عيد، فحبينا نبقى نشارك مع الناس هنا، وحبينا ان احنا نكون موجودين نفرح الناس وبس. كل سنه وهم طيبين. مؤسسة حياة كريمة بالنسبة لي كمتطوع، احنا بنعمل كل حاجة، بنشوف احتياج المواطن وبننزل عشان نلبيه، وفي الأعياد والمناسبات بننزل عشان نهنئهم، وفي كل الأعياد. يعني احنا في رمضان ما عندناش حتة اللي هو مسيحي أو مسلم، لا احنا كلنا واحد، في رمضان كلنا بنخدم علشان شعب مصر، وفي الأعياد بالنسبة للمسيحيين برضو بننزل بنخدم شعب مصر. احنا جايين النهاردة عشان نشارك اخواتنا الأقباط فرحتهم. كنا عاملين مبادرة سبيل، وزعنا فيها وجبات على الحالات الغير مقتدرة بمشاركة طبعا مع الإخوة في الكنائس، والنهاردة جايين بقى نفرحهم أكتر ونشاركهم الفرحة ونكون معاهم في كل حاجة. بنقدم التهنئة لإخوة الأقباط، متواجدين معاهم، بنقدم لهم الهدايا، بنقدم لهم شوكولاتات وبالونات للأطفال، نفرح معاهم. طبعا هي احنا متواجدين النهارده هنا امتداد لمبادره سبيل. مبادره سبيل دي كنا متواجدين في رمضان طول الشهر افطار صائم، والنهارده امتداد ليها مع الاخوه الاقباط برضو الافطار صائم. بنقول لكم كل سنه وحضراتكم دايما بخير وجميعا.